للمزيد من التفاصيل حول الجهود التي تقوم بها وكالة الوزارة أو الزراعة والثروة البحرية المتعلقة بمراقبة الأسواق المحلية، معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد رشاد، مسؤول العلاقات العامة والإعلام بشؤون الزراعة والثروة البحرينية. بعد التحية، تخبرنا عن أبرز الخطوات التي تعمل عليها شؤون الزراعة والثروة البحرية المتعلقة طبعا بمراقبة استيراد اللحوم في الشهر الفضيل. مساكم الله بالخير، وكل سنة وشعب مملكة البحرين بخير، ويعود عليكم الأيام بخير بإذن الله. استعدت وكالة الزراعة والثروة البحرية من استقبال شهر رمضان الكريم من أكثر من شهرين، وكانت هناك توجيهات من سعادة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية لمديري إدارات الثروة النباتية ومديري إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بتسهيل كافة إجراءات الاستيراد للمستوردين، وذلك بهدف توفير السلع والمنتجات النباتية أو الحيوانية. نعم أستاذ محمد، كم تبلغ يعني الكمية المتوقعة التي سيتم ضخها في الأسواق خلال شهر رمضان الكريم، وهل سوف تكون يعني كافية لتغطية احتياجات السوق؟ الحمد لله، نجحت إدارة الثروة النباتية بتوفير ما يقرب من 100,000 طن من الخضروات والفاكهة، كما نجحت إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بإصدار ميزانية استيراد لأكثر من 40,000 رأس من المواشي، فضلا عن 120,000 من اللحوم المبردة. نعم الأستاذ محمد رشاد، مسؤول العلاقات العامة والإعلام بشؤون الزراعة والثروة البحرية، شكرا جزيلا لك.